ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. نزلت هذه الآية لما كان في هناك خوف في المواجهة مع المشركين بعد صلح الحديبية. قال الله جل وعلا لمن خاف ثم طلب السكينة فنزلت عليه ونزلت على المؤمنين، قال ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. يعني جنود السماوات والأرض لمن؟ لله جل وعلا. من الذي ينصر؟ هو الله سبحانه وتعالى. الغيب لا تعلمه فلا تخف من الغيب، الله جل وعلا بيده كل شيء وهو الذي يقدر سبحانه وتعالى. السكينة منزلة فيها الطمأنينة والأنس بالله جل وعلا. اقرأ آيات السكينة في سورة الفتح وكررها، كررها إذا أصابك شيء من التخوف عليك أو على من حولك، ثم اطلب العلم والأنس بالله جل وعلا، العلم بالله والأنس بالله جل وعلا، فإنك سيصيبك انشراح كبير. نتذكر قول الله جل وعلا لنبيه ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. الله جل وعلا يقول لنبيه ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، وقال جل وعلا في الآية الأخرى في آخر سورة النحل ولا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. المعية هذه كما تعلمنا هذه معية إيش؟ معية خاصة بالنصر والتأييد من الله جل وعلا. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. لكن الله جل وعلا يبتلي عباده، يبتليهم، يطيل عليهم، يطيل عليهم، لكن المعية التعبد حاصل لك بأن تأنس بالله، تسكن روحك إلى الله، تطمئن بالله جل وعلا، ولكن قلبك فيه الدين، فيه الغيرة، فيه الحب لله، فيه توقير الله جل وعلا، فيه تعظيم حرمات الله سبحانه وتعالى. هذا التوازن مطلوب لكي يكون المؤمن ذا بصيرة وذا عمل نافع.